السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه اليوم سوف ناخذ اخر مجموعه من تصنيف الحيوانات وهي البرمائيات تحاورت سمكه صغيره يوما مع الضفدع فقالت انا بيتي البحر الكبير فرد الضفدع الصغير قائلا اذا كان لديك بيت فانا لي بيتان هما البر والماء وأنتمي إلى مجموعة تسمى البرمائيات فهل تعرفين صفاتي؟ والآن أعزائي الطلبة سوف نتعرف على البرمائيات وعلى خصائصها ثم في الحصة القادمة سوف ننتقل إلى دورة حياة الضفدع إذا نقسم الدرس إلى قسمين أول شيء نتعرف على البرمائيات وخصائصها والحصه القادمه سوف نتعرف على الجزء الثاني وهو دوره الحياه الضفدع البرمائيات هي كائنات حيه هي كائنات حيه تبدا حياتها في الماء اذا البرمائيات تبدا حياتها في الماء اين تبدا حياتها في الماء ثم تنتقل الى البر ثم تنتقل الى البر البر يعني اليابسه البر يعني اليابسه الكائنات الحيه تبدا حياتها في الماء اين تبدا حياتها في الماء البرمائيات تبدا حياتها في الماء ثم تنتقل الى البر البر يعني اليابسه البر يعني اليابسه عندما تكبر عندما تكبر تنتقل إلى البر، إذا وهي صغيرة تكون تبدأ حياتها أين؟ في الماء، البرمائيات تبدأ حياتها في الماء، ثم تنتقل إلى البر عندما تكبر وتتكاثر بالبيض، إذا عندما تكبر تنتقل إلى البر وتتكاثر بالبيض، بماذا تتكاثر البرمائيات؟ تتكاثر بالبيض. بماذا تتكاثر البرمائيات؟ تتكاثر بالبيض ويغطي جسمها جلد رطب ويغطي جسمها جلد رطب إذا يغطي جسم البرمائيات جلد رطب تتكاثر بالبيض وتبدأ حياتها أين؟ في الماء تبدأ حياتها في الماء ثم تنتقل إلى البر وهي اليابسه من خصائص البرمائيات خصائص البرمائيات اول خاصيه من خصائص البرمائيات هي لها جلد رطب لها جلد رطب يغطي جسمها جلد رطب تتكاثر بالبيض تتكاثر بالبيض بماذا تتكاثر بالبيض اذا هذه مجموعه اخرى تتكاثر بالبيض اخذنا في الدرس السابق مجموعه من الحيوانات تتكاثر بالبيض ما هي احسنتم الاسماك ايضا مجموعه اخرى الطيور اذا الطيور الاسماك الزواحف البرمائيات تتكاثر بالبيض بماذا تتكاثر بالبيض لها أربعة أطراف البرمائيات لها أربعة أطراف البرمائيات لها أربعة أطراف لها أربعة أطراف الطرفان الخلفيان يعني التي تكون في الخلف أطول من الطرفين اللي في الأمام إذن الطرفان الخلفيان منها أطول من الطرفين الأمامين إذا نعيد نحفظ خصائص البرمائيات لها جلد رطب تتكاثر بالبيض لها أربعة أطراف الطرفان الخلفيان منها أطول من الطرفين الأماميين الطرفان الخلفيان لها أطول من الطرفين الأماميان ننتقل ننتقل الآن إلى الكتاب صفحة ثمانية وخمسون لنكتشف معا خصائص البرميات تأمل الصور ثم أجب عن الأسئلة التالية ننظر إلى الصورة الأولى نشاهد ضفدع هنا نشاهد ضفدع أين موجود في الماء موجود في الماء وبيضه اذا نشاهد ضفدعا على اليابسه وهي البر وهنا ضفدع في الماء كيف يتكاثر الضفدع بماذا يتكاثر الضفدع حكينا بماذا بالبيض بماذا بالبيض يتكاثر الضفدع بالبيض كم عدد اطراف الضفدع انظر هنا الى هذه الصوره كم عدد اطرافها اربعه كم؟ أربعة، انظر للأطراف الخلفيات هي أطول من الأطراف الذي في الأمام، إذن الأطراف اللي في الخلف أطول من الأطراف الذي في الأمام، كم عدد أطراف الضفدع؟ أربعة، هل هي متساوية الطول؟ لا، هل هي متساوية الطول؟ لا، غير. متساويه في الطول الطرفان الخلفيان اطول من الطرفان الذي في الامام ثلاث هل جلد الضفدع جاف ام رطب جلد الضفدع رطب جلد الضفدع رطب جلد الضفدع رطب ما هو نوع الحيوانات التي جلدها جاف اخذناه في السابق هي الزواحف يغطي جسمها جلد جاف هنا من خصائص البرمائيات لها جلد رطب تتكاثر بالبيض لها اربعه اطراف الطرفان الخلفيان منها أطول من الطرفين الأماميين، إذاً هنا نسخ على الدفتر، وفي الحصة القادمة سوف ننتقل إلى دورة حياة الضفدع في الأسبوع القادم، يبدأ الضفدع حياته أين؟ في الماء، يبدأ الضفدع حياته في الماء. وقبل ان يصبح بهيئته المعروفه يمر في عدد من مراحل تسمى دوره حياه الضفدع فما هذه المراحل سوف نتعرف عليها في الحصه القادمه يعطيكم العافيه احبائي